نتمنى ان شاء الله دائما نكون فخر لبلادي، وانه نقدر نعرف الناس على تقاليدنا وهذا. انا سيفغي انا انسانه متمسكه بتقاليدنا، ما لبسش بزاف اللباس التقليدي، ولكن الحايك اللي لبسته صح عمل هاك ترويج جميل. نشجع الناس يعني، اكيد كل ما يكون عندنا فرصه كما داروها اليوم كانت لمحه جدا جميله، انه اهتمينا في ضيوفنا، لبسناهم لبسنا ان كان البرنوس تاعنا لشهامه الرجل، وهذاك الحايك العزيز اللي تغطاو به النساء كان جميل، كان يعني نشجع طبعا.